وجدك ملي ما تريح الدنياه يرفع يدينه يم ربه ويرجيه يا الله يا المعبود تمسح خطاياه وتفكه من اللي عن الناس حديه مسجون والمسجون سبت سواياه درب الخطايا غصب على النفس تمشيه ابوه طاح من المرض ما لقدواه وداه للدكتور ظنه يداويه فحص عليه وقال ويلاه ويلاه وده الا انت انسان تقدر توديه وانسان ما تقدر تصبر اما جاه ربك هو اللي من السرطان ينجيه كسر وحسن ما تكفه مخضاه فتش وما يلقى الورياد يجنيه مديون والمديون وشلون يلقاه ما يملك الا جمس بقصات شريه قام يترفد مثل الناس يمناك اللي يقول اذن فلان يمطيع الزلم حد الزمانة على قصاه يجده وينخمر محد النظر فيه وقت الرخاء كثر من قال نفداه في المال ولا الجاهة بروح نفديه وقت الشدايد كلن يقول فرقاه مالي وماله ثم روح نخليه خلوه في فقرا وأمن وما ساه طيبهم طيبهم بهرجه يهديه هيت وقال العبد لابد مثوافي وفي قبر بذر الخام نطوي روح الدارة يوم كل انتظاطاه ويحسب ان الناس قدمه يتحاتيه ما يدري وصكات بقعه تحرافي وسط بيت الله بالقصاد بانيه البيت محترق من اعلاه لدناه والوله يبسي والقصيره اتحاضيه وامه توفت والمصايب تقفاه ماتت ولاحظ بالمصيبه امواسيه ما غير وله انقطع القلب بالساهل يتخيل صوره امه اتبسيه عزل من كثره بلويه عزاه يقول باسه يوم عقله مجديه تنجاه رجل خايب في نواياه فين خبيث ولا باحسنه يسويها بشر ما تبغى من المال والجاه ونسفر الوالد عسى الرب يشفيه بيتك نعوض لك بصورا انبناه وليت كلية مبتل اشبه ربيه اطلب وانا اعوض باللي تمناه لكن عندي شرط لازم تلبيه اطلب وانا اعوض باللي تمناه لكن عندي شرط لازم تلبيه قال وليتك يطلب الحال ما مشاه جنس جديد وجي ذاتنا مواطيه اجلب حشيش الراس مال ادفعناه ما باقي الا من السواحل تعديه ثم قال حاضر كل هرجك حفظناه من حر ما يونس بصدره ويخفيه غير الزيوت والثوانك معباه ضبط بلاكاته وغير بواجيه حقه وقال الموت حقه عرفناه والرزق اندلي من الموت يحييه حمل وعود قام بالحيل يشضاه يوم التفت لجيوب شبن اتباريه وقفوا رقمك المهرب كشفناه اين المفر وموت كاليوم تهريه وقفوا رقمك المهرب كشفناه اين المفر وموت كاليوم تهريه دزه يضى الصمان والنور طفاه يوم انت جمسه بعيده حقاويه متعدين دبي مع الليل سراه والرمي من حوله يصيبه ويخطيه دار الصافة عن يمينه تعداه يبغل هذا يوم ضاقت مساعيه دار الصافة عن يمينه تعداه يبغل هذا يوم ضاقت مساعيه وجع على الصلب الحمر قام يلحاه ظن سدره عن نظرهم إذا الريه ما يدري أن الهيلة كثر تعلاه من فوق راسه تكشف اللي مغطيه وجيوب شيب عنها والنفس تحداه ومسلحة بعيار 50 ترميها اللي على الرشاش حقق مرماه حطه على كتفه اليمر معميه ثم اطرحوه الله يعينه بالواح الزلم من رصة كلبشات في يديه حراس من حوله يمينه ويسراه والشيخ من قدمه يحقق ماضيه وقال المحامي وانت برا بدعواه واجرى محامي من القضية يبريه ثم اعلن وسجنه مؤبد حكمناه ما عاد يطلع كود عمره بينهيه وابوه مات ولا اللي قاله مراعاه وليده بدار اليتامى اتغديه هذا قصيدي يوم جبته على آه ليت بعض الناس تفهم معانيها الطيب الطيب يموت وفقدناه ولا الرجل لو مات معدن بس